السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من قناتكم خبراء اللغه الانجليزيه. النهارده معدنا مع تاني حلقه من حلقات الجرامر في دقيقه، وهي عباره عن شرح للصفات. ما تنسوش دعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان نوصل لكم بكل ما هو جديد في اللغه الانجليزيه. نبدا مع بعض. adjectives هي الصفات، الصفه مثال لكلمات clever ماهر، beautiful جميل، green أخضر، hungry جعان، brave شجاع. which is used وتستخدم الصفات when we describe عندما نصف الأشياء، الأشخاص people، الأشياء things، الأحداث events. تمام، يعني الصفة صفات زي صفات الحالة والحجم والنوع واللون، تمام، والحالة المزاجية والشكل الخارجي والمقاس والعدد وهكذا. تستخدم لوصف الأشياء والأشخاص والأحداث. adjectives are used تستخدم الصفات in connection بالاتصال مع nouns الأسماء وpronouns الضمائر، يعني الصفات تيجي عشان توصف اسم أو توصف ضمير. تمام، خلي بالكم كده معايا. نمبر 1، هي وور ا ريد شيرت، هو يلبس او لبس تي شيرت لونه احمر. هنا ريد صفه للون وهتيجي قبل الشيرت، يعني ما ينفعش اقول هي وور ا شيرت ريد، لا، هي وور ا ريد شيرت. خلاص، يبقى الصفه تسبق الاسم، تسبق الاسم، تسبق شيرت، ادي الشيرت اهي وريد قبليها. 2، we need some square tables، نحتاج لبعض الترابيزات المربعة. يبقى عندك هنا square صفة للشكل بتاع التيبلز. خلاص، تمام، يبقى الصفة ممكن تكون للون أو للشكل. number 3، each hand في كل يد has 5 fingers، كل يد بها 5 أصابع. يبقى 5 هنا جاي عشان توصف fingers إن هم 5، ودي صفة عددية. تمام، بعد كده بقول you are naughty، انت سيء السلوك. لما اقول طفل صغير you are naughty، هنا بستخدم you وبتبعها ب are اللي هو verb to be، وبحط الصفة في الاخر. هنا naughty جاية توصف الشخص المخاطب بكلمة you، you are naughty، انت سيء السلوك. نخش في الجملة اللي بعديها، she is a beautiful girl، هي بنت جميلة. ولو حابب اجمع الجملة فهجمع كل حاجة في الجملة ما عدا الصفة، أيوة، لأن الصفات لا تجمع في اللغة الإنجليزية، يعني beautiful تفضل beautiful مع المفرد وتفضل أيضا beautiful مع الجمع. she is a beautiful girl هتجمع she تبقى they، هتجمع is تبقى are، هتشيل a لأن a دي بتدل على المفرد فهتشيلها، وهتقول beautiful مش هنجمعها ما نجيش جنبها، و girl هنحط لها s تبقى girls. she is a beautiful girl بقت they are beautiful girls. تمام كده، he is an honest boy، هو ولد امين. هنا كلمة honest تبدأ بالO في الصوت، خلاص، ولذلك بنجيب قبلها an اللي هي بتيجي قبل الحروف المتحركة، وده بسبب ان ال H silent لا تنطق، فبنستخدم هنا an. هو ولد امين، طبعا كلمة honest صفة يعني امين، هتيجي قبل كلمة boy، ما ينفعش اقول he is a boy honest، طبعا غلط حتى. تمام كده، بعد كده بنقول this is a wooden chair، هذا كرسي خشبي. برضو عندك كلمة wooden معناها خشبي وتوصف chair. she wore a gold necklace، هي ارتدت عقد ذهبي، يبقى gold هنا ذهبي وجاي عشان توصف كلمة necklace يعني عقد. it was an earthen pot، كان وعاء كبيرا. earthen يعني تشير الى كبر الحجم يعني، خلاص كده، وpot يعني وعاء او اناء. sugar is sweet، السكر هو شيء حلو المذاق. sugar is sweet، تمام كده، يبقى انا بوصف هنا sugar حطيت verb to be مال السكر حلو المذاق. طيب بعد كده بيقول position of adjectives، اماكن الصفات، يا ترى انا بحط الصفه فين في اللغه الانجليزيه؟ بيقول ايه، most adjectives can go in two main positions in a sentence، اغلب الصفات يمكن ان تاتي في موضعين في الجمله، اول حاجه قبل الاسم،
مثال زي ما احنا عارفين our new principal is an old lady، مدرسنا مديرتنا الجديدة هي سيدة عجوز. يبقى عندي new principal مديرة جديدة، old lady سيدة عجوز. he is a clever boy، هو ولد ماهر. يبقى clever جاي عشان توصف boy. بعد أفعال مثل verb to be seem يبدو، look يبدو، sound يبدو، وبعض الأفعال الأخرى. مثال I am glad to meet you، أنا مسرور. يبقى هنا بعندي I بعد كده verb to be am بعد كده glad. اثنين You don't look happy، You don't look happy معناها أنت لا تبدو سعيدا. You don't look happy، look هنا معناها يبدو مش ينظر. في أفعال كتير في الإنجليزي كده تعبر عن الحالة، وهي اللي احنا قلنا عليهم seem يبدو، look يبدو، sound يبدو، وهكذا. The milk turned sour، أصبح اللبن حامضا. يبقى turned هنا أصبح، وفي حاجات كتير ممكن أحط بعدها صفات زي get يصبح، become يصبح، turn يصبح. بمعناه هنا يصبح لما يجي وراها صفة. She felt bad، هي شعرت بالسوء. خلاص كده felt يشعر، هيجي وراها صفة. تمام، ده كان شرح مبسط لصفات واستخدامها في اللغة الإنجليزية. إذا عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ونتمنى نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة قادمة. لو في أي طلبات للدروس سيبوها لي في كومنتس أسفل الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى من خبراء اللغة الإنجليزية. والسلام عليكم.